هاي جريد 1، هاي جريد 1، هاي جريد 1. معاكم ميس إيمان سيد من قناة ميس إيمان. إن شاء الله النهارده لجريد، إن شاء الله النهارده لجريد 1 هنبدأ مع بعض، هنكمل اللي إحنا بدأناه في شابتر 3 في 2 في كتابنا ديسكفر. But before I will start our chapter today, I would like to make to say I would like to say don't forget to make share, like, subscribe to my channel to send you the new videos. أحب بس أقول لكم يا جريد 1، ما تنسوش بس تشير واللايك وسبسكرايب للقناة عشان أوصل لكم كل الفيديوز الجديدة. إن شاء الله النهاردة، وبعدين عايز أقول لكم حاجة، إن شاء الله بعد الفيديو ما بيخلص أنا بنزل PDF في الدايلوج بوكس تحت مع رقم واتساب جروب عشان تتواصلوا معايا لو في اي حاجه ما انتوش فاهمينها او حاجه عايزين اعيد شرحها، ما فيش اي مشكله. وطبعا بنزل PDF، بنزل هوم ورك في الدايلوج بوكس عشان تقدروا ان انتوا ايه تخلوا حد ينزل لكم طبعا الكتاب وينزل عشان تحلوا الهوم ورك وتوريه لي بعد كده. تعالوا بقى بصوا مع بعض النهارده، هنبدا في كتابنا، هناخد فيم 2. تعالوا بقى شوف فيم 2 النهارده بيتكلمنا عن ايه. تعالوا بصوا مع بعض. احنا النهارده هناخد شابتر 3 في سيم 2. طبعا احنا خلصنا خلاص سيم 1، احنا خلصناه خلاص. احنا النهارده بنبتدي في احنا بدأنا احنا خلصنا من سيم 2، خدنا تشابتر 1 وتشابتر 2. Today we are going to start chapter 3. هنا growing food in the world around us. زراعة الطعام حول العالم، يعني ايه الطعام اللي احنا بنزرعه حوالينا. هنا بيقول لي بقى ايه؟ هنا طبعا في الاكتيفيتي ده بيوريك ايه بقى؟ بارتس اوف ذا داي. يعني احنا مثلا عندنا البارتس اوف ذا داي ايه؟ يعني عندنا سان رايز اللي هي الشمس لما بتشرق، وبعدين النوم النهار، وبعدين سان سيت بعد كده الشمس بتغرب، وبعدين الايفنينج بالليل. دي اسمها بارتس اوف ذا داي. هنا بقى بيقول لك ايه؟ هنا هي بارتس اوف ذا داي، بس هو هنا مسميها برضه لها اسم تاني اسمها سان لوكيشن اللي هي وضع الشمس. يعني مثلا انا هنا عندي ايه؟ الولد ايه؟ ويك اب، يبقى ويك اب يبقى هي هتبقى ايه؟ سان ايه؟ سان رايز، يبقى اي ويل بوت هير سان ايه؟ سان رايز، تشرق الشمس. طيب هنا بعد ما بعد ما بنقوم من النوم هنا سان اد ايه؟ ان ذا ميدل او ان ذا ان ذا ان ذا سكاي، بيقولوا عليها ان ذا سكاي، يبقى هتبقى هنا ايه؟ نون، يبقى النهار. طيب سان هنا از ايه؟ جوز داون، يعني ايه؟ هتمشي، يبقى او هتغرب، يبقى ايه؟ سان ايه؟ سان سيت، سان سيت، يبقى في هنا sunset. طيب هنا بقى يبقى ايه؟ evening. يبقى we have sun rise, noon, sun set and evening. This is the part of a the day. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض. هنا بيقول لي بقى ايه؟ color then join the suitable day the day daytime. طبعا هنا مديني the sun اللي هو during the day اللي هي في النهار، night in the ايه؟ in the night بالليل. هنا بيقول لي طبعا احنا طبعا هنعمل كالرنج للبيكتشر دي. طب انا عايزاكم بقى ده تعمله لي هوم ورك، هي بيج 188 118 سوري 118، هكتب لكم طبعا في الدايل بوكس تحت ان هو يحله. ايه بقى؟ ان احنا هنعمل هنا كالرنج ونشوف هنا البيكتشرز اللي هنا امتى احنا بنعمل الحاجه دي، ان ذا نايت اور ان ذا داي. طيب هنا الولد هنا بيلعب ايه؟ فوتبول، هيلعب فوتبول دينج ايه؟ دورينج ذا داي. طيب هنا عندنا الجيرل دي جوينج تو سكول ايه؟ ان ذا داي. طيب الولد ذيس بوي ايه؟ سليبنج ان ذا ايه؟ اوكي. طبعا هنعمل كالرنج وايه ونكتب الكلام ده. هنا بقى بعد كده يا ريد وان بتقول ايه؟ لوك ات ذا بيكتشر ذن رايت ذا نيم اوف سيزون. سيزون يعني ايه؟ الفصل، الفصل. يعني احنا عندنا ايه؟ عندنا فور سيزون نقولهم مع بعض، فور اللي هو الخريف، سمر، صيف، سبرينج ربيع، وينتر. ريبيت افتر مي، fall, summer, spring, winter. Fall, summer, spring, winter. Is this what is this this what this season called? This called fall. Fall اللي هو ايه؟ الخريف. This season called winter. Winter,
spring, summer. يبقى fall, winter, spring, summer. Fall, winter, spring, and summer. تعالوا بقى مع بعض هنا نحل المشكله. طبعا هنا جايب لي nothing، وطبعا احنا طبعا عارفين طبعا انت لو انت هنذاكر طبعا السيزون السبيلنج بتاعتها هنعرف نحط الايه المسج نفسه. يعني انا عندي هنا مثلا فور اكزامبل، هديكم اكزامبلز على واحده منهم وانتوا حاولوا انتوا تحلوا الباقي. اوكي، فهنا مثلا عندي كلمه من هنا سمر، سمر هنا يبقى هنا المسج لتر هنا يو وهنا ام، يبقى هنا دي المسج لتر هنا فول دبل ال، يبقى احنا عندنا بقى هنا ايه دي المسج لترز الايه النقص. يبقى احنا بنذاكر طبعا الورث وبعدين بعد كده نحط الايه المسج ايه لترز. طبعا احنا شفنا كل سيزون شفناه بيبقى شكله ازاي، طبعا لما احنا حلينا مع بعض انا هسيبه لكم برضه وانتوا ايه تحلوه، وطبعا بس انا وريتكم ازاي هنحل الايه المسج لترز. وانتوا احنا عارفين بتبقى ان وهنا اي اي ار. طب سبرينج بي لايك بين اي ان جي، ما تقولوش بي تقيله وبي خفيفه دي بلاش بينا، هنقول بي لايك بين وبي لايك بين. اوكي، تعالوا بقى نبص هنا مع بعض. ماتش اتش، ماتش اتش بارت اوف ذا كلوزز وذ سوتبل سيزون. يعني ايه؟ كل بارت اوف ذا كلوزز هنعملها بالايه بالسيزون الايه المناسبه. يعني انا مثلا هنا عندي ده ايه؟ ده السمر وهنا الوينتر. السمر هنا السوتبل كلوزز السمر، عندنا هنا الايه الجلاسز، عندي ايه سليبر، هنوصل هنا الايه بالسليبر جلاسز، وعندي ايه تاني هات اللي هي عشان السن، وعندي ايه تاني تي شيرت، وعندي ايه شول. يبقى كل دي الكلوزز بتاعت السمر ولا لا؟ اه كلوزز السمر. طب في الوينتر بنلبس ايه بقى او الكلوزز بتاعتها ايه؟ ايس كيب ستور سوكس اند جلافز، جلافز اللي هي ايه الجوانتيات كوت اند بوتس، كوت بوتس اللي هي بوت، الكوتس اللي هي ايه الجواكت الثقيله. تعالى هنا بقى نبص مع بعض، بيقول ايه تريس ذا ووردز، يعني طبعا هنكتب تريس يعني هنضغط على الكلمه كده، يعني تريس دي ايه هفهمكم ازاي. يعني بس عشان بس لو حد مش فاهم يعني ايه تريس هقول لكم ازاي. يعني انت دلوقتي الكلمه كده فيها ايه فيها بوينتس كده، طبعا ندوس عليها كده وتكتبها كده زي كلمه اورنج مثلا فور اكزامبل، نكتبها كده. اورنج بيتس، بيتس اللي هو البنجر، ادي كده احنا عملناه كده. هو بيقول لك ليه تضغط عليها عشان تتعود تكتب الكلمه. اوكي، هنا بص بقى معايا، هنا الاورنج بنزرع فين ايه الوينتر، بيتس بنزرعها فين في الوينتر، انا هعلم ايه على هنا. اوكي خلاص، ادي كنت كده فهمته احنا هنعمله ازاي، ان انت دلوقتي هتعمل تريس للوردز دي وفي نفس الوقت هتقول بقى دي في الوينتر ولا في السمر. يعني انا عندي بيتس دي اللي هو البنجر هيبقى فين في الوينتر، مانجو سمر، ووتر ميلون سمر، كاروتس وينتر، جريبس وينتر. خلاص كده احنا عرفنا ايه الكلام ده. تعالوا بقى بصوا هنا معايا حاجه اسمها هيلثي اند ان هيلثي فود. يعني ايه يعني ايه جريد 1 الكلام ده؟ هيلثي فود اللي هي الاكل اللي احنا بنقول عليه اكل المسلمين، زي ايه؟ لايك فيجيتابلز، لايك ميت، لايك ميلك، لايك فيش، لايك تشيز، كل الكلام كل الحاجات دي ايه هيلثي فود. طب احنا عندنا بقى الجانك فود زي ايه؟ هديكم اكزامبلز ليها، جانك فود طول النهار انتوا تاكلوه زي ايه؟ زي الصودا، عندنا الصودا طبعا من الجانك، طبعا هي درينك مش ماشي، الصودا طبعا دي ان هيلثي. عندنا بيتزا، برجر، سلطة فرايز اللي هي البطاطس المحمرة اللي هي بتبقى دايما فيها مور ذان سلت، فيها سلت كتير او ملح كتير، يبقى كل دوت من الجانك فود. اه من الجانك فود از هيلثي اور نوت هيلثي؟ نوت هيلثي. دو يو لايك، هو انا بيقول له ايه، هل انت بتحب دو يو لايك هيلثي فود او دو يو لايك جانك فود، هل انت بتحب الاكل الصحي او الاكل غير الصحي. هنا بيقول ايه، هنا كاتب طبعا كل واحد بيكتب هنا بيقول ايه، بيقول اي لايك شوكليت بيرز، شوكليت بيرز، شوكليت بيرز اللي هي قالب الشوكولاته، شوكليت بيرز، اند اي لايك ابل باي، ابل باي اللي هي الايه فطيره التفاح، اي لايك تشيبس اند كوكيز، all of these all of these are healthy chips and cookies. I like salty fries also unhealthy food. But healthy food makes you strong. لكن بيقول له ان الهيلثي فود ماكس يو سترونج.
هيلثي فود ميكس يو فاست، بيخليك سريع. جانك فود ات ميكس يو ويك. ويك واتس ذا مينينج اوف ويك؟ ضعيف. جانك فود ميكس يو بيج اند فات، بيخليك كبير وتخين. طبعا ايه التخن ده؟ از ايه؟ از ان هيلث. طبعا انت لما يبقى شكلك تخين كده او كبير ويو ار ايه ايتنج جانك فود، اتس ايه؟ اتس فيري باد، اتس ان هيلثي. وكان ويك وكان ايل، يعني انت تقدر هتعيا وهتبقى ضعيف كل الكلام ده. But healthy food helps you grow، لكن الهيلثي فود بيخليك تكبر. healthy food is good for you، هو مهم جدا ليك. junk food it makes you soft، بيخليك طبعا ايه يعني زي ايه، مش يعني بيخليك ايه زي ايه ضعيف كده، مش قادر تعمل حاجه. junk food makes you slow، بيخليك بطيء. why would I eat junk food؟ ليه احنا اللي هو طبعا هو طبعا برغم كل الحاجات اللي قالها في الجانك فود بيقول لك ليه انت بتحب تاكل بقى الاكل السريع؟ هنا بقى بيقول له ايه؟ I want fish and eggs، انا عايز فيش وعايز سمك وبيض. I love nuts and yogurt، بحب المكسرات والزبادي. I love fruit and vegetables، وبحب الخضار والفاكهه. I love rice and beans، وبحب الرز والفول. هنا عندنا eggs fish nuts yogurt beans rice vegetables and food. تعالوا بقى مع بعض هنا نحل مع بعض الاكسرسايز ده. يقول color unhealthy food، color healthy food with green، الهيلثي فود هيبقى بجرين، الانهيلثي بالريد. طيب هنا عندنا البنت دي بتاكل ايه؟ بتاكل ايه؟ مكروني وها جوز اند ابل. Is this healthy food or not؟ طبعا healthy، طبعا so it's in green. Is this bowl eating a healthy food؟ No, it's not healthy, it's unhealthy. So I colored with red. If this bowl eating healthy food? Yes, eating healthy food. So I will color with green. Excellent, grade one. You are clever pupils. If this boy eating a healthy food, yes, eating healthy food. So I will color with green. Is this boy eating healthy food? No, it's not a healthy food. So I will color with red color. Is this a healthy food? Yes, it's a healthy food. I will color with green. Okay. تعالوا بقى جريد ده وان نعرف مع بعض. هنا طبعا بيديني ايه دي بارت، بيديني بقى التريت بتاعه ان احنا نذاكره مع بعض. فطبعا انا يعني هنا الجزء ده احنا طبعا هنقف عنده النهارده، فهنقول التريت اللي احنا خدناه في الجزء دوت عشان تذاكروه، ويا ريت الصفحه دي تذاكروها اللي هي ليرن تايم، اللي هي ايه احنا اتعلمنا ايه. اول حاجه بقى زي كونسيست اوف فور سيزونز، مطلوب منكم تحفظوا الفور سيزونز، فول وينتر سبرينج سمر. طبعا احنا قلناهم في الاسماء ديورنج ذا ليسون، قلناهم فول وينتر سبرينج فول وينتر سبرينج سمر. مهم جدا تحفظوا الكلام ده. The clothes, vegetables and fruit differ in summer than in winter. بيقول لك ان الملابس والخضار والفاكهه بيختلفوا من السمر للوينتر. طب نشوف الكلام ده ازاي. هنا عندي ده هنا ايه سمر، السمر هنا عندي بقى ايه، عندي تي شيرت شورت هات سليبرز بلاسز. طبعا دي ايه؟ دي البلاسز اللي بلبسها في الايه السمر. طب الفود اللي بناكله في السمر ايه؟ ووتر ميلون مانجو جريب. سو ذيس 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 از ايه؟ ذيس بلاسز اوف سمر اند ذيس از ايه؟ فيجيتابلز اند فروت اوف ايه اوف سمر. طب الوينتر بقى عندنا الفروت اند فيجيتابلز كاروتس اللي هي الجزر، بيتس بندر اورنج اللي هي البرتقال. هنا بقى عندي بقى البلاسز بتاعتي ايه؟ ايس كريم ايس كيب اللي هو بلبس الايس كيب اللي بيلبسوه على during the rain او to make your head warm عشان يدفي راسه، سكيرف توكس بوت كوت جلافز. كل دي طبعا ايه كلوزز احنا بنلبسها ان ايه ان. طبعا اتكلمنا هنا مع بعض في this part، اتكلمت عن الهيلثي فود والان هيلثي فود. تعالوا نشوف ايه الهيلثي فود عندي ايه. فيش ايجز بينز ناتس يوجر فيجيتابلز اند رايس. طبعا انت تقولي مثلا طب هيجي لنا ازاي؟ ممكن يجي لك تشويس يقول لك مثلا يديك مثلا بيتزا اند ناتس، يقول لك از ات هيلثي فود اور ان هيلثي فود. طبعا انا ده معناه عارفه الهيلثي فود هختار طبعا الناتس، او لو جاب لي فيش مثلا بيتزا هقول في الهيلثي فود هقول ايه في هقول ايه فيش. طب افرض بقى جالي قال لي ان هيلثي فود، وجه قال لي ابل باي، وجه قال لي يوجورت، اختار ايه؟ طبعا ابل باي لو قال لي ان هيلثي فود. فده لازم انت تبقى عارفها عشان ممكن يجيب لك تشويس، فتبقى عارف الهيلثي من الان هيلثي فود. والان هيلثي فود اظن انتوا كلكم عارفينه، لان انتوا عارفين ان هو اي جانك فود هيبقى ان هيلثي فود على طول. زي ايه؟ شيبس، ابل باي، شوكلت بارز،
cookies, salty fries. Today I finished our lesson. Thanks a lot and see you meet again with